أهلا وسهلا بكم في صدى أقلام جديد، نرصد فيه أبرز ما كتبت الصحف العراقية والعربية والدولية، ولكن بعد جولة في أهم العناوين. في الهيئة برعاية قاسم سليماني اتفاق سياسي لإنهاء احتجاجات ساحة التحرير. في كتابات قتلى ومواجهات دامية، تصعيد بالعراق بعد توافق سياسي. في القدس العربي الجزائر، المجلس الدستوري يعلن القائمة النهائية لمرشحي الرئاسة. في عربي 21، قتلى ومواجهات دامية، تصعيد بالعراق بعد توافق سياسي. في الشرق الأوسط، رغم الاتفاق السياسي ارتفاع عدد قتلى الاحتجاجات في العراق. في العرب اللندنية، رئيس الوزراء العراقي يريد انتفاضة على مقاس إيران وميليشيا الحشد. وفي العربي الجديد، تظاهرات العراق خطة جديدة للنظام لإخماد الحراك. الآن إلى المقالات، والبداية مع هذا المقال وفي مطلعه: العراقيون يتساءلون عن القوات الإيرانية التي دخلت الأراضي العراقية عشية الاحتفال بأربعينية الحسين بكربلاء، وتعدادها 2700 من قوات مكافحة الشغب، ولم يلاحظ خروجها عن سلمية التظاهرات ولعبات الحكومة الجديدة للقضاء على الاعتصامات في العراق، كتب ماجد السامي الرائي في صحيفة العرب اللندنية. إن خرق السلمية قد حصل من قبل القوات العسكرية والأمنية، والنتائج هي مقتل ما لا يقل عن 269 متظاهراً وجرح أكثر من 15,000 حسب تقارير منظمات حقوق الإنسان المحلية، التي اتهمها الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة بأنها مسيسة، وكذلك منظمة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة التي أصدرت في 8 من الشهر الجاري تقريرها الصادم وتوصياتها إلى حكومة بغداد بضرورة ضمان التزامها بحماية ممارسة الحق في التجمع السلمي، وهذا يعني اتخاذ خطوات وقائية لحماية المتظاهرين من العناصر المسلحة، وكذلك إصدار تعليمات واضحة لقوات الأمن بالالتزام بالمعايير الدولية المتعلقة باستخدام القوة، بما في ذلك على سبيل المثال الحظر الصريح لإطلاق النار واستخدام قنابل الغاز المسيل للدموع مباشرة ضد المتظاهرين. في المواجهة الحاصلة حالياً، هناك طرفان: الأول جمهور الانتفاضة السلمية المتمركز حالياً في العاصمة بغداد والبصرة وكربلاء والناصرية، والطرف الثاني الأجهزة الأمنية والعسكرية الحكومية وقوات متخفية من الميليشيات، حيث يتساءل العراقيون مثلاً عن القوات الإيرانية التي دخلت الأراضي العراقية عشية الاحتفال بأربعينية الحسين بكربلاء، وتعدادها 2700 من قوات مكافحة الشغب الإيرانية وفق تصريحات حكومية، ولم يلاحظ المراقبون خروجها من العراق كما لم تعلن الجهات الرسمية الإيرانية ذلك. يتابع ماجد السامي الرائي: هناك إمكانيات وتقنيات إعلامية كبيرة مسخرة لتوصيل خطاب شيطنة الانتفاضة الشعبية وتقزيمها إلى مجرد تظاهرات مطالبة ببعض الحقوق، كما تتوفر لدى المؤسسة الحاكمة إمكانيات لقطع الإنترنت عن المواطنين العراقيين، بينما هي لديها بوارج خاصة تغذي محطاتها من شبكة الإنترنت والتواصل الاجتماعي للتواصل مع العالم الخارجي، فيما يحرم من هذه الخدمات العراقيون. إلى مقال آخر: نشهد في عيون الشباب الثائرين والثائرات العراقيين في المدن والساحات، نشهد ولادة عراق جديد، عراق يحاول كسر قيود الطائفية والتبعية حتى ينهض من ركام الحروب والاحتلال والتهميش. مقال للكاتبة لميس أندوني في صحيفة العربي الجديد.
النظر إلى إيران كقوة ردع لإسرائيل يجب أن لا يعمينا عن حقيقة دعمها حكومات تترأسها أحزاب موالية لها جاءت إلى السلطة بالتوافق مع المحتل الأمريكي بل بالتعاون معه، فالمسؤولية تقع على إيران إذ يثور العراقيون ضدها، ولكن لا يبدو أن واشنطن مستعدة لإسقاط المعادلة القائمة إلا إذا أصبحت الانتفاضة خطراً على مصالحها وخصوصاً النفطية، فالعراق يملك ثاني أكبر احتياطي من النفط بعد السعودية في العالم، والولايات المتحدة عادة تكون مستعدة للتخلي عن الحلفاء ومعاهداتها إذا لزم الأمر، ولكن التركيبة القائمة مفيدة لواشنطن أقله حتى هذه اللحظة، والحكومات العراقية لم يكن يعنيها التحرر الاقتصادي بل أصبحت عائدات النفط رشاوى للمسؤولين تمكنهم من تكديس الثروات وتسليح الميليشيات والتحكم عن طريقة المافيات، فلا يهم هؤلاء كيف يتحكم الغرب بالنفط العراقي وكيف يزيد إنتاجيته أو يخفضها. ليحدد السعر العالمي للنفط، فالعقلية التي تحكم هي عقلية عصابات وليست عقلية دولة. صورة حية وجميلة ومرعبة في عين واحد يعيشها العراق، فحماس الشباب والشابات وكل المحتجين واندفاعهم ظاهر، وهم معرضون ليس لخطر الموت برصاص أجهزة الأمن فحسب، بل اجتماع المصالح المتنافرة والمشتركة لقوى إقليمية ودولية لا تريد اهتزازاً للتوازن الغريب العجيب بين النفوذين الإيراني والأمريكي في هذا البلد. كيف لا وقد تشكل نظام ما بعد الغزو الأمريكي للعراق عام 2003 وفقاً لهذا التوازن. إلى مقال آخر، ساحات العراق تنزف دماً ويسقط فيها العشرات بين جريح وقتيل، بينما يواصل المتظاهرون الهتاف نريد وطناً وإيران برا برا في مظاهرات شاركت فيها جميع شرائح الشعب العراقي، ولم يتغيب عنها حتى مرضى السرطان الذين ارتدوا كمامات وأقنعة ضد الغازات من مدخراتهم البسيطة بعد أن عجزت الحكومات العراقية عن علاجهم. مقال عن ثورة تشرين للكاتب جبريل العبيدي منشور في صحيفة الشرق الأوسط. مظاهرات العراق التي أسفرت عن سقوط أكثر من 12 ألف جريح وأكثر من 300 قتيل جعلت منظمات دولية تعبر عن حالة القلق من استخدام القوة المفرطة في التعامل مع المتظاهرين، حيث وجهت الاتهامات لقوات مكافحة الشغب بإطلاق الرصاص الحي ضد المتظاهرين، واتهامات أخرى للميليشيات المرتبطة بإيران مثل ميليشيا سرايا الخرساني التي تسميتها تفضح التبعية للفارسي، فالخرساني واحد من أحفاد آخر الأكاسرة يزدجرد الثالث، وهم بذلك ينبئون بعودة الحكم لأحفاده الفرس، فهي ميليشيا عراقية مسلحة لها شعار الحرس الثوري الإيراني نفسه. سقوط مزيد من القتلى زاد من مشاعر الغضب في صفوف المتظاهرين، فهؤلاء سقطوا أثناء مصادمات بين قوات الأمن العراقية ومحتجين سلميين عزل، وذلك على الرغم من مطالبة المرجع الشيعي علي السيستاني بتجنب العنف واحترام مطالب المتظاهرين، ورغم النفي المتكرر من قبل قوات الأمن العراقية، إلا أن وقوع عدد بهذا الحجم يجعل المسؤولية تقع على الحكومة وقواتها الأمنية، فمسؤولية حماية المتظاهرين وأماكن التظاهر تقع على الحكومة مهما اختلقت من أعذار ومبررات. الكاتب والباحث الليبي جبريل العبيدي يضيف قائلاً إن مظاهرات العراق المطالبة بوطن عراقي خالص وخال من إيران وأتباعها، هذه المظاهرات حافظت على حياديتها ورفضت ونبذت الشعارات الطائفية رغم محاولات الميليشيات المرتبطة بالفساد وإيران اختراق صفوفها. الآن إلى مقال جديد منشور في صحيفة القدس العربي وجاء في مستهله، لا أحد يستطيع أن ينكر أبداً أن الحكومات الأوروبية والأمريكية
تمارس أعلى درجات الديمقراطية مع مواطنيها داخل بلدانها، ولكن تبقى الديمقراطية تبقى شأنا داخليا صرفا في مجتمعي الإنسان والحيوان، ولا ديمقراطية أبدا في العلاقات الخارجية أو الدولية، وفقا للكاتب فيصل القاسم. التعامل الأمريكي الحالي مع العرب نموذج أسوأ بكثير من تعامل الاستعمار البريطاني مع الهند مثلاً، فقد ضربت أمريكا مثلاً صارخاً في الاستخفاف بكرامة الشعوب الأخرى. وقد يتساءل البعض حائرين من هذه الإزدواجية الصارخة في طريقة التعامل الغربي مع الداخل والخارج، كيف يمكن أن يكون الرئيس الأمريكي أو رئيس الوزراء البريطاني وأمثالهما من القادة الغربيين، كيف يمكن أن يكونوا ديمقراطيين ومتسامحين مع مواطنيهم إلى أقصى درجة ويطبقون المعايير الديمقراطية بحذافيرها من احترام للحريات ومراعاة للحقوق، بينما يدوسون في الوقت نفسه على كرامات وحريات وحقوق الشعوب الأخرى بطريقة مهينة للغاية دون أي تردد أو وغز للضمير؟ لماذا يخشى الزعيم الغربي من مجرد دعوة قضائية بسيطة قد يرفعها مواطن ضد الحكومة، بينما يضرب عرض الحائط بكل الاحتجاجات الدولية الشعبية منها والرسمية ضد سياسة بلده؟ لماذا يلتزم القائد الغربي بأبسط قواعد التصرف مع مواطنيه، بينما ينتهك كل القوانين والأعراف والقيم والنواميس الدولية الأخرى حينما يتعلق الأمر ببلدان وأقوام أخرى؟ الزعيم العربي في بعض الأحيان أكثر ديمقراطية مع الأجانب ألف مرة مما هو مع شعبه، فهو يتواضع ويتسامح ويلين مع الغير حتى لو باع الوطن أحيانا، أما مع شعبه فهو أشرس الشرسين، يبطش ويقمع ويضطهد ويصادر ويدوس الأخضر واليابس. وحتى نحن الشعب العرقي أو الشعب العربي نبدو أحيانا أكثر كرما ولطافة وكياسة مع الأجنبي مما نحن عليه مع بعضنا البعض. في مقال عن مناطق شرق الفرات كتب حسين عبد العزيز في عربي 21 مقالا يبدأ في مطلعه قائلا: مع سحب الولايات المتحدة لقواتها العسكرية في الشمال السوري، بدأت خريطة النفوذ العسكري في شرق الفرات تتغير بشكل دراماتيكي. تركيا تسيطر على منطقة بطول 120 كيلومترا وبعمق 32 كيلومترا بين تل أبيض غربا إلى رأس العين شرقا، وقوات النظام تنتشر في مناطق من محافظة الحسكة ومناطق في ريف حلب الشمالي الشرقي، في وقت تراجع الحضور العسكري لما تعرف بقوات سوريا الديمقراطية. في الظاهر يبدو المشهد العسكري قيد التشكل وكأنه يتجه نحو الاستقرار، لكن إعادة الولايات المتحدة لتثبيت نفوذها عاد خلط الأوراق من جديد، من دون أن يعني ذلك العودة بالأمور إلى ما كانت عليه قبيل انطلاق عملية نبع السلام العسكرية. شكلت العودة الأمريكية مأزقاً واضحاً للنظام السوري وروسيا بعدما سيطرا بسهولة على مناطق جغرافية عدة، وهذا السبب الذي دفع موسكو للتعبير عن انزعاجها حين شكك وزير الخارجية سيرجي لافروف في إمكانية التوصل إلى اتفاقات مع الولايات المتحدة بخصوص الوضع في شمال شرقي سوريا. ووصل الأمر إلى إعلان الكرملين أن قنوات الاتصالات السياسية مع الولايات المتحدة لم تعد تعمل باستثناء القناة العسكرية التي يسعى الطرفان من خلالها إلى تجنب وقوع احتكاكات أو صدامات غير مقصودة. أغلب الظن أن الإدارة الذاتية لن تقدم على توقيع اتفاق مع النظام وسترضى بالواقع الجديد الذي يسمح لها بالبقاء مع أذرعها العسكرية في أقصى الشمال الشرقي من سوريا. هذا التمركز العسكري يعني أن الولايات المتحدة ستبقي على سيطرة قوات سوريا الديمقراطية على أهم حقول النفط والغاز.
عن مناطق شرق الفرات، يضيف حسين عبد العزيز قائلا إن أغلب الظن أن الإدارة الذاتية لن تقدم على توقيع اتفاق مع النظام وسترضى بالواقع الجديد الذي يسمح لها بالبقاء مع أذرعها العسكرية في أقصى الشمال الشرقي من سوريا، حين حصول تطورات أخرى اعتاد اللاعبون المحليون والإقليميون والدوليون على حصولها بين الفينة والأخرى. الآن إلى المقال الأخير. قالت صحيفة بيزنس إنسايدر إن خطة ترامب بشأن نفط سوريا ليست أكثر من مكب نفايات. الكاتبان كريستوفر وودي وديفيد تشاو أوضحا في تقرير نشرته صحيفة بيزنس إنسايدر أن السيناتور ليدنسي غراهام كان من أهم أولئك الذين حرضوا ترامب على اتخاذ هذا القرار، حيث أخبر غراهام ترامب أن ثلاثة أرباع حقول النفط الموجودة التي تسيطر عليها القوات الكردية والولايات المتحدة في سوريا قد تكون معرضة للخطر من قبل الإيرانيين بمجرد مغادرة القوات الأمريكية للبلاد. وحاول مسؤولو وزارة الدفاع تهدئة المخاوف بشأن الوظيفة الجديدة للولايات المتحدة في سوريا، وقاموا بالرد على فكرة أن الوجود الأمريكي في سوريا كان يعتمد على تأمين النفط. وقال الأدميرال ويليام بيرن جونيو نائب رئيس هيئة الأركان المشتركة إن دور الولايات المتحدة مرتبط بمهمتها الطويلة الأمد لهزيمة تنظيم الدولة، وهكذا يبدو الأمر وكأنه حالة شائكة، ولكنه في الواقع بعيد تماماً عن مصلحة الأمن القومي الأمريكي، فالعملية ستخلق مشكلة على مستوى العالم، وهناك أيضاً تساؤلات حول القانون والصلاحية. وأقر ترامب علناً أن الغرض الأساسي من نشر قوات إضافية هو حماية احتياطات النفط السورية، مما يضاعف المشكلات المعقدة بالفعل في المنطقة، وفقاً لمستشاري البيت الأبيض والمشرعين وأساتذة القانون. يخطئ من يظن أن الشباب المرابط في ساحة التحرير وساحات العراق كله إنما يريد مطالب جزئية وفرص عمل أو خدمات. يخطئ من يظن أن الأمر يقتصر على ذلك، فقد صار سقف مطالبه عالياً بعلو يأسه وغضبه وسخطه على الطغاة المتحكمين بمستقبله. وما عادت تنفع أمام إصرار الشباب لا خراطيم المياه ولا قنابل مسيلة للدموع ولا حتى رصاص الحي، لأنهم يدافعون عن قضية وطن. جولتنا هذه المرة تتابعنا فيها يافطات ولافتات الأبطال المنتشرين في ساحة التحرير وساحة نسور وجسر السنك والأحرار، وكانت تعبر عن السخط والتذمر والشكوى والفكاهة انطلاقا من شر البلية ما يضحك. من اللافتات التي لفتت الانتباه: في وطني الأميرات تنظف الشوارع، في إشارة إلى فتيات بعمر الزهور وهن يحملن أكياس النظافة ويفتشن بين المتظاهرين لجمع النفايات، وتحت جبل أحد المطعم التركي كتبت يافطة تتضمن مطالب المعتصمين وهي إلغاء البرلمان، إلغاء الدستور، إسقاط الحكومة والقضاء على الفساد ومحاربة الفاسدين، مطالب لا يمكن التراجع عنها، وهي مطالب تلخص كل الحكاية كما يقال في التظاهرات السلمية. وكتبت مريم العلوان عن المرأة ودورها القائد المساند للمتظاهرين: هي فن أكثر من كونها أنثى. ولافتة أخرى تتضمن تحديا جاء فيه: يا كلاب إيران وأمريكا، لن تستطيعوا تركيع الشعب لأنه عرف حقيقتكم وثار عليكم، وسقوطكم وشيكون إن شاء الله. وكتبت سيدة: أنا صرخة كل أمي شهيد. إلى الكاريكاتير.
ختام صدى الأقلام، دمتم بخير وإلى اللقاء.